هذا في طال عمرك على البير كل واحد يحط له مثل ما تقول حافظ للمية، يسمونها القرو، احنا نسميها القرو، ويسمونها حد يسمونه جابية. القرو هذا كل واحد، انت مثلا لك قرو، هذاك له قرو، هذاك له قرو، هذا يسحي يعني يسحب الماء من البير بواسطة الدلو، اما يديه بايديه كذا ولا على بعير يحطون يربطون ظهر بعير يسمى سانية، سواء يعني صدر بها، وعند ما تجي الدلو يصبها بالقرو هذا مثل ما تقول بارد سلق او خزان مية، يا ما يملاها وهذاك يملا وهذاك يملا. تجي هال بالورد مثلا، بعرهم هذا تجي ورد، كل بعر تجي على مكانها وتشرب منها وتبرس بجنبه، يعني منظم مره منظم، ما حد يجي احد ولا احد الا على احد شيء. اذا كان هناك ضيف مثلا وافد على العرب وما يتحمله واحد منهم، ما يخلون يقومون على ابله ويوزعونها على جماعتهم هذا مشان تشرب خلاص، ويكون الضيف عاد اكتفى بشكل. هنا طال عمرك قبائل متصلة، هذه قبائل من قبيلة بقبيلة، عندما تطلع من قبيلتك تجي لطرف واحد من القبيلة هل تبي تمر وتقول أنا أبيك رفق معي مقابل أما مجاني ولا يعطيك شيء مثلا، هذا يقوم معك ويعطيك إشارة إن هالرجل هذا برفقتي وإن ما حد يتعرضه من القبيلة نفسها، من القبيلة من الربع، هذا هالرجل ما يروح معك يبريك، يمشي معك لك فترة ثم يعطيك أما عصا عليها واسمه، ولا يعطيك سلاحه، ولا يعطيك حاجة معينة وتحملها وتمشي، شيء يدل عليه. يدل عندما يجيك أحد يعتدي عليك من القبيلة هذه تقول أنا أبوج زيد من الناس، وش الإشارة هذه؟ خلاص الثاني مثل الثالث، يا ما تنتهي يا منك انتهيت وصيت آخر واحد منهم، تقول الله يبيض وجه فلان بفلان، أنا طلعت بوجه، ثم تدخل القبيلة هذه وهكذا يا ما تنتهي.